السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم شباب صبايا؟ رجعنا فيديو جديد وحلقة جديدة عن محاكي المزرعة الجزء الثاني. هذا الفيديو تكمل الجزء اللي نزل أول امبارحة. راح نكمل المهام تبع المزرعة للبقر وللحيوانات كلياتها بشكل كامل، ونحاول نخلص كل الأشياء، وإن شاء الله بكرة نبلش بشي جديد، نعمل لكم شي مختلف تماما. وبس مشاهدة متابعين الفيديو ليستكم على قد السيارة دخل. تمام، هلا ايش بدنا نروح نجيب؟ الآن بدنا نروح صليبين عندي. اي شط فيها؟ تمام، شط فيها صليبين عندي. هلا لازم نروح نجيب الجريس، بس الجريس رح اروح اجيبه مو بهي السيارة. اي سيارة؟ خلينا نشوفها هون. واتوقع هذا باب ينفتح. لا ما ينفتح. طيب نروح منجيب مو هي. طب نرجع سيارتنا الأولى اللي هي هاي، بنروح نجيب فيها جريس. طبعا هي كتير كبيرة هاي، والله كبيرة كتير. طبعا نجيب جريس فيها هاي صعبة. طبعا نرجع آخر هذيك الصينية لسطح. آخذ هاي السطحة أفضل، هاي بنتحمل فيها الجريس أسهل. طبعا هاي اتوقع انه تحمل اوتوماتيك سبراي، اتوقع ذلك، بس رح نجرب. هو لازم والله اشوف المود كتير حلو، بس المشكلة تعرفوا شو المشكلة؟ المشكلة انه المود فيها مشاكل كتير. تماما، فانو انت لا تدخلك على التطبيق، لانه نحن السماء بلشنا نطبق. عشان تطلع من هون عجب عجب قولكم نقدر ننفذ. والله ما بظن يا معلم. هلا بقى بظن فيها تاني ضغط. الان الى مزرعة البقر. يا الله يا الله. الغلطة انا حتى غلطت، لازم طالع من هذاك الشارع. انا ليش طالع من هون؟ انا لازم اساسا ضليت طالع وانزل عين قلب البيت. حلوة هي، اول مرة اشوف حدا زارع بقلب البيت. يعني هذا اللي عنده مواتب في مونزم وديت هيك اشياء صغيره بيستخدم اللعبه وبيستخدمها في ايده، فممكن تشتري انت هاي البيت وتصير تزرع في بيتك. جميله يعني، فكره حلوه عجبتني.
انا غلطت عن البرسيم. اوف والله نسيت شلون بدي انفذ هون. شلون نسيبه لقدام؟ شلون بدنا ندخل؟ والله مستحيل تدخل الدخلة هي كلها. بس رح اجرب لعيونكم ونجرب. الله يا البقاء روحي درجة مني. والله لفيته. والله بلا عنا الدخنة هون جوا. وين رايحات؟ وين رايحات؟ بدي افهم وين رايحات. هلا انا وين رايح؟ انا وين رايح؟ طيب انا في غلطة غلطتها انه انا دخلت بالسيارة كلها غلط. طب خلينا نطلع برا اول شيء. ايوه هات لي هاي. هو هون مكان الاكل بس وين بالضبط الله اعلم. هذا اكيد لا هذا تبع القش. فل يا الله فل طلعت فل هاي. ايوه انا بارك عم بحط فيها عم بحط فكرت انه ما تسع بس طلعت صارت فل. فاذا خلينا هذول بنطبقهم بشي مكان هون مشان نجي بس بدنا اياهم نلاقيهم موجودات وناخذهم في كل سلاسة. طبعا نحطهم برا هون جنب الباب اتوقع ما راح يكونوا مزعوجين بيزعجوني. انا بارك عم بحاول انه حط طلع هو فل يعني صار. طيب انا كترت جدا يعني مو شوي. هو جزء من عدد البقر قليل فلذلك هو عم يحسب لي انه كترت مع انه يعني كلها بعضها 12 بقرة. طيب خلينا نحطها هي هون من برا يعني يكون عنا هون اثنين هون اثنين. اوه شو هاد؟ تعال نشوف شوي هون مكان جديد اول مرة اشوفه. جميل جدا. حاليا نحن ظبطنا كل شيء. هلا بس خلينا نطلع نصف السيارة برا نرجعها مكان ما عندنا فيها. ما عاد نحتاج لأي شيء هون بهي المدينة. فخلينا نرجع ونسكر الفيديو ومس يكون هون وصلنا الفيديو. شكرا لكم وشكرا للمشاهدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وادفع على خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.